أنا بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا للأرشاد الفروسية وسباق الخيل لحضور مراسم تتويج الفائزين في البطولة العسكرية للقفز على الحواجز. يرافقه سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة، والتي أقيمت في إطار فعاليات مهرجان ريال وينسور الملكي للقدرة والفروسية في الحديقة الملكية لقلعة وينسور هذا اليوم، والتي قيمة تحت رعاية وحضور صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا. كما حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوك يورك وعدد من كبار الشخصيات البريطانية والمدعوين وجمهور غفير من محبي رياضة الفروسية. وقد أقيمت بطولة القفز على الحواجز على كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وكأس رانج روفر للقفز على الحواجز العسكرية. وقد بدأت مراسم التتويج بعزف السلام الملكي البريطاني. بعد ذلك انطلق من أمام المنصة الملكية طابور الفرق العسكرية المشاركة في البطولة العسكرية للقفز على الحواجز وفريق قوة دفاع البحرين المشارك في البطولة. بعد ذلك قامت صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا وسمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة بتقديم جائزة البحرين للمركز الأول لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية قائد الفريق الملكي للقدرة الفائز بالمركز الأول في سباق رويال وينسور للفروسية. وقد تسلم الجائزة نيابة عن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المدرب أحمد جناحي. ثم قامت جلالة الملكة وسمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة بتتويج فريق قوة دفاع البحرين الفائز بالمركز الأول في سباق رينج روفر للقفز على الحواجز في البطولة العسكرية المكون من الرقيب أول أحمد منصور والعريف يوسف موسى والجندي أول صابر سلمان. كما تم تكريم الرقيب أول أحمد منصور لفوزه في سباق القفز على الحواجز الفردي. كما قام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بتقديم كأس حضرة صاحب الجلالة للقفز على الحواجز للفارس الألماني دانييل دويسر. وقدم سمو الجوائز إلى الفرسان الفائزين بالمركزين الثاني والثالث. وقد أعرب سمو عن سروره بحضور مراسم تتويج الفائزين في البطولة العسكرية ضمن فعاليات مهرجان ريال وينسور المقام تحت رعاية جلالة الملك، ومنوها بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين التي تحظى برعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا لتواصل تطورها في جميع المجالات. وأشاد سموه بما يشكله هذا المهرجان الرياضي العريق من حدث سنوي بارز، فهو يحظى بمتابعة محب رياضة الخيل في جميع أنحاء العالم. كما هنأ سموه الفائزين منوها سموه بمستوى الأداء العالي في المنافسات التي شهدها كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وكافة سباقات المهرجان. ثم صافح الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن الخليفة أعضاء فريق قوة دفاع البحرين، وقدم له التهاني بما حققه من نتائج طيبة حملت اسم مملكة البحرين في هذا المحفل الرياضي العالمي.